أول طلع على الحقيقة النهاردة لاتحاد المكتكين المغاربة ينطلق من على أرض مصر. وطبعا الجميع يعلم أن إحنا هنا ماشيين بسياسة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأن إحنا ملتزمين بالسياسة المصرية بشكل جيد، والانفتاح اللي هو عمله الرئيس سيسي على العالم العربي إحنا بنحاول بقدر المستطاع أن إحنا نبقى جوه منظومة الإعلام العربي المعتدل. بنحاول بقدر المستطاع أن إحنا نعدل الخطاب الإعلامي العربي بشكل مباشر، ولابد أن يكون هناك يعني نوع من أنواع التنسيق ما بين المنظمات العربية والاتحادات العربية لتطهير الخطاب الإعلامي العربي، بحيث أن إحنا كلنا بنشتغل في مساحات متفق عليها. المساحات دي اللي هي تصل إلى الشارع العربي من المحيط للخليج، وعشان كده أن الاتحاد المغاربة النهاردة بيضاف إلى منظومة الاتحاد العام للمنتجين العرب، وهو يعتبر الاتحاد العاشر في العالم العربي اللي انضم إلى منظومة اتحاد المنتجين العرب. واتحاد المنتجين العرب كما زي ما انت عارف اتحاد بيعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وملتزم بلائحة جامعة الدول العربية وسياسة جامعة الدول العربية، ونحن ملتزمين من في هذا المجال بالخطاب الإعلامي المعتدل سياسيا واقتصاديا ومذهبيا. النهاردة بإذن الله هنعلن عن إطلاق أولا الاتحاد المغاربة، وبعد كده إن شاء الله هنعلن عن إطلاق عدد معين من المشاريع ما بين الاتحاد المغربي وعدد من الاتحادات الإقليمية. احتمال يكون أول إنتاج هيكون ما بين المغرب ومصر، وأعتقد التارجت بتاعهم هيبقى إنتاج فلسطيني مغربي، والحبل على الجرار زي ما بيقولوا. ألف شكر، شكرا لكم، ألف شكر باشا.